مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، واليوم كالعادة نلتقي باشخاص خاصين، مواهب رائعة وشخصيات جميلة. اليوم لعظيم الشرف والفخر ان اقول انني انا بضيافة الفنانة العظيمة الكبيرة نورهان علاء الدين. أهلا وسهلا بك يا نورهان. أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفت إني بحضرتك. طبعا نورهان أنت معنا من القاهرة، من مصر، مظبوط، أم الدنيا. شكرا. أهلا طبعا وسهلا مصر بك. أم الدنيا، طبعا طبعا، وأهلها أجدع ناس. طبعا. أهلا وسهلا بك. طيب نورهان، في البداية طبعا أنا عادة أعرف الضيوف أو أعرفهم بأسمائهم بسكنهم، لكن اليوم سأبدأ بالآلة التي تلعبين عليها، الكسيلفون. آلة مش مشهورة كتير في الوطن العربي، أو مش ناس كتير بيستخدموها بيلعبوا عليها. احكي لنا شوية عن الآلة، بعدين حنرجع مين هي نورهان. آلة الإكسليفون هي آلة إيقاعية، كانت زمان خشبية بس دلوقتي هي معدنية. هي بتشتغل بدون كهرباء، وكل حرف منها بيطلع صوت مختلف، ده اللي احنا بنستخدمه في اللحن بتاعنا. يعني هي تضرب فيها هاي ال وهي آلة من قديم الأزل، يعني كانت معمولة من زمان أوه. جدا، وهي أصلا زمان كانت آلة خشبية بس هي أكيد دلوقتي آلة الفراعنة لهم يد معدنية. فيها، نعم؟ أكيد الفراعنة لهم يد في استخدام فيها. طبعا طبعا وتعتبر آلة نقر، صح؟ آلة نقرية. صح، مظبوط. أوكي، إيقاعية، لا آلة إيقاعية. إيقاعية. أوكي. طيب كلمة كسيلفون تعرف من وين جت؟ لا فون معناها صوت، صح؟ فون إحنا بنحكي تليفون معناها صوت. الكسيلا بتعرفي شو معناها باليوناني؟ اللي هي الخشب، فهي الخشب الذي يصدر صوتا، هذا المعنى الكامل إلها. هي اكسليفون كلمة يونانية. يس. تمام. أوكي. طيب قد إيه لك تلعبي عليها؟ انا بلعب بيها من وانا عندي 5 سنين، بدأت ان انا اروح النشاط الصيفي واتدرب عليها اكتر، وبدأت ان انا اطور نفسي. بعدين انا مش بعزف اكسليفون بس، انا بعزف اكورديون وبيانو واورج، وعندي خبرة عن آلات تانية وتعلمتها من زمان جدا. انا من وانا صغيرة بحب الموسيقى، واول لحن عزفته في حياتي هو عمر خيرت عن قضية عم احمد للفنان جميل. العظيم عمر خيرت. وبدأت بقى ان انا اطور نفسي، زي مثلا عزفت، انا علمت نفسي انت عمري وبتاعت ام كلثوم على الاكسليفون، ونسم علينا الهوى، واغاني كتير. الله الله الله. طبعا انت لقبتي باشهر طفله وعازفه للاكسيلفون في مصر، وتم استضافتك بكثير من البرامج والمحافل الاذاعيه والتلفزيونيه، صحيح؟ صح، مظبوط. كيف تشعري لما يقال لك انك اشهر عازفه للاكسيلفون كطفله في مصر؟ ببقى مبسوطة جدا، ببقى يعني أنا مبسوطة إن أنا حققت حلمي والناس شافتني كده، وببقى أتمنى إن أنا أطور نفسي أكتر والناس تانية تشوفني أكتر، وأبقى دايما دايما في الأفضل. ممتاز. طيب نورهان، خلينا نعرف من هي نورهان علاء الدين؟ كم عمرك؟ تسكني فين؟ كم لك إخوة؟ أنا عندي 14 سنة، بسكن في القاهرة. عندي أخ واحد بس، وما عنديش غير أخ واحد بس، وعايشة أصغر مع ولا أمي. أكبر منك؟ أصغر؟ مغلبك ولا لا؟ لا عادي، هو بيضايقني شوية بس لا هو كويس معايا. طيب ممتاز. ماما بابا بيساعدوكي بالمسيرة الفنية ولا لا؟ طبعا بابا وماما، بالذات ماما وبابايا، اصلا من زمان ان هو ودنه موسيقية، وانا يعني انا ورثت الحتة دي من بابا. وكمان ماما بتساعدني كتير، عشان ماما هي اللي كانت تقف جنبي وكانت بتوصلني المكان اللي انا فيه ده. وبقيت بدرب في الاوبرا المصرية بيانو مع دكتور مريم مملوك، بس حلو.
بتدرب بقى عن بوزارد وبيتهوفن، وناخد السينما والموسيقى من الأول وبيانو، وبعد بطور نفسي بروح مسابقات أكورديون وأورج وكده. ممتاز ممتاز، يعني انت بتحاولي تطوري نفسك كمان، هذا شيء رائع. طب مظبوط. نورهان، اللي ما بيعرفك بجهلك، انت إلك مواهب كثيرة مش بس العزف، احكي لنا ايه مواهبك، طلعي طلعي اللي عندك. هو انا بمثل وبغني، بس مش بغني انجليش، بس مثلا مش محضره حاجه. وبمثل، مثلت هاملت، ومثلت مسرحيه عن كانت زمان وانا صغيره. انا بمثل برضو من زمان، انا بدات اول بدايتي كانت العزف والتمثيل، حلو، بعدين بقى اول ما كبرت شويه او كنت شعر وكرمت في مؤتمر الشعراء العرب الدولي، نعم، وبدات بقى ان انا احقق حلمي واوصل لاهدافي، وبقت يعني شامله وبقى عندي مواهب كتير. يعني موسيقى، تمثيل، شعر، وفي حاجة رياضية أنا سمعت عنها، سباحه، بلعب سباحه العصفورة ودخلت قلت، بطوله، أخذت بلعب بطولة في سباحه مصر، ودخلت بطوله ما شاء الله ما شاء الله. سباحه عادي، أي نوع من السباحة تسبحي؟ دايفنج. واو واو، ممتاز. طيب خلينا نحكي شوي عن الشعر. إلقاء الشعر ليس بالسهل، تكتب الشعر أنت ولا لا في البداية؟ لا، هو انا لسه يعني مثلا عايزه اطور نفسي في الشعر، عشان انا مش بادئه في الشعر من بدري. هو الشعر الحاجه الوحيده اللي هي لسه قريبه. مثلا بقول قصائد، قلت قصيده للشاعر الكبير احمد مرسي، وقلت قصيده للواء محمد هيكل، وللشاعر سيد البلوي، وشعراء كتير. ومن الشعراء ان انا بحبهم جدا، نفسي في يوم ان انا ابقى زيهم، زي الشاعر الكبير احمد شوقي. يا عيني، ونفسي بجد ان انا يعني بيبقى ليا كذا موهبة واحقق حلمي ان شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الشعر اللي بتلقيه هل هو باللغة العامية أم بالفصحى؟ الاثنين. حلو، حابة تسمعينا حاجة النهاردة؟ اسمع قصيدة عن الام، ولا يلا عن عيد يلا، الشرطة، ولا عن اكتوبر، ولا لحضرتك شيء لحضرتك عن تحب الأم منها؟ في البداية، خلينا نبدأ بشكر الأم وإلها قصيدة. تمام. سألقي على مسامع حضراتكم قصيدة بعنوان لما يوم، الشاعر الكبير اللواء محمد هيكل. الفراق في الدنيا صعب، الفراق في الدنيا صعب، في فراق لا سعد بينفع في عياطنا ولا السكوت. الفراق في الدنيا رعب، بس أصعب فرقة توجع لما يوم أمك تموت، لما تفتح يوم عيونك وبدموعك ما تلاقيها، لما تلقى الدنيا فاضية من اللي كنت بتشتهيها، اللي كنت يوماتي تصحى بلمسة دافية من إيديها، واللي كنت بتنسى همك لما بتضمك بروحها، واللي كنت بتستخبى من الزمن كله في عينيها. مت يامه، مت يامه، ومين يا ست الكل بعدك راح يطبطب او يحن؟ مت يامه، وسبت حته غاليه منك عايشه جوه الخوف تئن. احنا من بعدك يتامى وضعف الناس الغلابه، مين يكون ارحم عباده لما يبقوا الناس ديابه، مين يلم ومين يحابي لما تبقى الدنيا غابه، مين يشيل الحزن عنا، مين يخلي الدنيا جنه ويملى كل البيت طيابة. قالوا على الأحزان بتهدى، وانتي حزنك ليه تملي زي ضلي على الدوام؟ قالوا عن النسيان ده نعمة، وانتي كل ما يوم يعدي قلبي يبنيلك مقام. الفراق في الدنيا صعب، وفي فراق لا سعد بينفع في عياطنا ولا السكوت. الفراق في الدنيا رعب، بس أصعب فرقة توجع لما يوم أمك تموت. يعني أبكيتينا يا نورهان، ربنا يحفظ أمهاتنا ويخلينا إياهم ويرحم اللي توفى منهم. اللهم آمين. صعب جدا فراق أي حد، بس فراق الأم دي مصيبة، يعني الواحد دايما بيقول الله يحفظ لنا أمهاتنا يا رب.
طيب سؤال، مين كان الداعم لك في مواهبك غير أمك وأبوك؟ هو عيلتي بقى، جزء من عيلتي كبير، هو خالو أحمد، عايز أشكره، هو بيدعمني كتير جدا، وخالو علي وخالو محمود، كل إخواني يعني جزء كبير من عيلتي بيدعموني، وأصحابي، في مثلا من أصحابي بيبقوا يقولي إيه ده وبيستغربوا، وساعات بقى لما بيعرفوا بيقولي لأ لأ إحنا آسفين فعلا، إنتي فعلا تستاهلي، وبيشجعوني وبيقفوا معايا، وعايز أشكر كل عيلتي بجد عشان هما اللي بيدعموني. أستاذ أحمد الشاعر الكبير أحمد مرسي، أنا عايز أشكره، هو أول واحد طبعا، هو أنا عايز أشكره، هو اللي وصلني، هو اللي كان بيدعمني، وهو أصلا سبب نجاحي، هو اللي وصلني كده، وكلماته هي اللي نجحتني بجد. جدو حاتم، وجدو حاتم طبعا، طبعا طبعا. المدرسة، المدرسة عايزة أشكر المديرة مس ميرفت بجد، عشان هي مثلا لما كنت بطلع في حاجة كانت بتنشر على الصفحة بتاع المدرسة، كانت بتنشر على صفحتها، وكانت بتشجعني كتير جدا، والمدرسة مس منى ومس وكتير أصلا كتير من المدرسين، الله مس يخليلك ميرفت اياهم. طبعا احنا باسم كنار تي في بنشكر كل من دعمك ووقف معك لاعطائك بشكر هذه حضرتك جدا. الفرصه انك تكوني فعلا موهوبه ويساعدوك في موهبتك، لانه الشباب اللي زي نورهان هم مستقبل هذه الامه، وبالتالي احنا لازم ندعمهم. ميرسي جدا، ميرسي. نورهان، هل في احد موهوب له نفس المواهب في العائله ولا هي فقط نورهان؟ هو بابا، وانا قلت لحضرتك بابا ودنه موسيقية، بابا مثلا لما انا وبابا فعلا لما بنبقى مع بعض نسمع مثلا موسيقى للفنانة ام كلثوم واغنيتها، ومثلا عبد الحليم، وبنسمع اغاني كتير، ومثلا نبقى عاملين تحدي انا وبابا نسمع الموسيقى، واللي يعرف الموسيقى الاول هو اللي ودنه احسن. حلو حلو. انت عاوزة تصبحي تصيري ايه لما تكبري؟ انا ان شاء الله اخش، ممكن اخش تربيه موسيقيه، او ممكن، بس انا عايزه يعني هو المواهب دي حاجه تانية، وانا طبعا ليا مستقبل، نفسي ابقى مهندسه او مهندسه ديكور، نفسي ابقى مهندسه ديكور. حلو حلو، حاجة حلوة. لأنه في فن برضو الديكور يعني. طيب خلينا نكون صريحين يا نورهان، كل حاجة حكيتيها حلوة وزي العسل، بس شكرا هل لحضرتك. كان في صعوبات في طريقك؟ هل شعرتي أنه هناك في شيء صعب للفنان في وطننا العربي، أم كانت كل حاجة تمام؟ هو بالنجاح والاجتهاد نقدر احنا نوصل للي احنا عايزينه ونحقق اهدافنا، ادام مثلا ان حد عايز يقف في طريقه ومش عايزني اوصل لحلمي، لا انا اثبت له ان انا احسن منه وهوصل لحلمي، وده ما ياثرش فيا، واجتهد اكتر واكتر، واثبت له ان انا اقدر. ما اقدرش يعني، انا لو ثبتت له ان انا ما اقدرش كده ان انا ضعفت، انما انا مش عايزه اضعف، انا عايزه اثبت له ان انا قويه وبحاول، ده بجد هو كده هيتضايق، انا مش فارق معايا ان هو يتضايق، بس انا فارق ان انا احقق حلمي واهدافي. حلو حلو حلو. طيب نورهان، هل شاركتي في مسابقات محلية وعالمية؟ أنا شوف بعرف إنك طلعتي على عدة تلفزيونات في مصر وعدة إذاعات، بس هل شاركتي في مسابقات؟ هو في المدرسة بشارك مسابقات في المدرسة، مسابقة الموهوبين كانوا بياخدونا، مثلا في مرة الميس قالت كل واحد يبعت تصوير، التصوير هو أنا بعت تصويري واتكرمت فيه، وشاركت برضو في المدرسة في المواهب اللي على الإنترنت، كانت في الأجازة، وفجأة اتفاجئت إن أنا أول يوم مدرسة لقيتهم بينادوا على اسمي وبيدوني شهادة تقدير لمجهودي معاهم، واتكرمت هناك في المدرسة عشان مواهبي وكده، والحمد لله. نعم ممتاز. أنا بعرف عندك قصيدة حلوة كتير عن أكتوبر، ممكن للشاعر أحمد تسمعيني؟ مرسي، يلا سمعينا. قصيدتي بعنوان أكتوبر المجيد للشاعر أحمد مرسي. ببراءة الورد اللي فتح على الجبين، البنت سألت ضابط الشرطة اللي واقف في الكمين، انت مين؟
انت مين؟ علمونا في المدارس مصر أرض الطيبين، واللي يزرع غصن داخل أرضها نرويه حنين، واللي يقتل طفل من بحر البقر نسقيه أنين. في الجوامع والكنايس علمونا الطاعة في كل كتاب ودين. مين ده اللي شايل مدفعه خلف القناة؟ مين ده اللي شايل مدفعه خلف القناة؟ عمال يعربد في البشر ويروح شمال ويروح يمين. مين اللي قال في يوم نسينا دمنا بالضفتين؟ دي سيناء قالت للقمر مالك يا نور العين حزين؟ شايفك تملي عينك بتبكي ودبلانين. رد القمر شفت الصهاينة احتلوا أرضك شمتانين، والشمس مالت فوق رمال المجروحين. حلفت يمين ما يناموا قبل ما ينتفض قلب الوطن فيهم وينبض بالحنين، ويجيبوا حق المظلومين. وفي ست ساعات اتنسف فين خط بارليف العنيد؟ فين طياراتهم دباباتهم سويناهم بالتراب؟ أهو ده رد الأسود، أهو ده أفضل عقاب. يوم ما الرمال الطايرة فينا كبرت الله أكبر، يلا بينا للأمام. والملحمة كانت في يوم الاقتحام. اصحى يا صهيوني اصحى، كفاية فوق جند مصر مفيش كلام، جند مصر مفيش كلام. واسألوا عساف يا جوري اللواء الإسرائيلي لما صاحوا بصوت جهوري. إحنا عاوزين السلام. رجعت الأرض الحزينة وردة جوري في الجنينة، نصر تشرين المجيد هو ده لحن النشيد، هو ده لحن النشيد. الله، تعيش مصر، تعيش حرة. حاجة جميلة، يعني فخر وعزة. يعني هذا القصيدة جميلة جدا وإلقائها أجمل. يعني لو الشاعر شكرا أحمد سمعك أكيد لحضرتك، حينبسط فيك. شكرا لحضرتك. طيب عمو نورهان، دلوقتي إحنا عاوزين نسمع الاكسيلفون. أنا عارف في مشكلة، لو تحكي لنا شو المشكلة اللي صارت عشان نسمع الفيديو المحضرينه. هو الاكسليفون للاسف، هو الاكسليفون في الصيانه دلوقتي، بيتعمل له تصليح عشان في حرف من الحروف هو متلخبط واتكسر مني، فوديناه عشان يتعمل تصليح، وان شاء الله ممكن في حلقه تانية نعوضها وابقى إن اجيب شاء الله. الاكسليفون واسمعكم حاجه. إذا إحنا هنحط الآن عزف لك في أحد اللقاءات اللي سويتيها لايف على التلفزيون المصري، وحنسمع قصيدة انا حابه، وأغنية جدا. معلش معلش، انا حابه اشكر ماما منال مخرجه التلفزيون المصري، هي واستاذه عبير الاعلاميه الكبيره، والمايسترو سمير يحيى، هم بجد شجعوني كتير جدا، وهم قالوا لي ما تخليش حد يقف في طريقك وكملي. كانوا بيجيبوني عندهم في التلفزيون كتير، وكمان ان شاء الله الجمعه الجايه دي انا هطلع في القناه الثالثه لايف، هعزف، لا مش هعزف، قصدي هقول قصيدة عن سمير الإسكندراني للواء محمد هيكل، وبجد عايزة أشكر ماما منال على دعمها لي. يا عيني، طيب نسمع القصيدة وحنرجع لك. رائع رائع.
رائع وجميل، يعني حاجة فعلا تشرف. نورهان احكي لي، القصائد اللي بتعزفيها هل تدرسي نوتة عليها ولا على السماع فقط؟ لا انا بسمعها، ومثلا لو مثلا بحاول ان انا اجيبها اعملها مره، مثلا اللي انا جبته واحس ان هو لايق اروح كاتباه، ولو مثلا حاجه صعبه عليا ومش عارفه اجيبها خالص بجيبها من على الانترنت وبتدرب عليها. غير كده بقول لمدرسه الموسيقى بتاعتي، حابه اشكرها برضو، ميس اسمها، هي مثلا بتقولي دي صح ولا غلط، لو مثلا صح بتقولي عليها، لو غلط مثلا بتصححها لي وانا بتدرب عليها اكتر. كم كنت عاوز أسمع لأم كلثوم من تحت إيديك، يعني أنت هترجعينا أيام العز والصبا، فإن شاء الله رب العالمين نسمعك مرة ثانية يا نورهان. في نهاية شكرا لكم. هذا اللقاء، إيش بتحب توجهي رسالة لشباب الوطن العربي؟ أنا عايزة أقول لهم إن استمروا في أحلامكم، ما تخليش حاجة توقفكم مهما أي حصل، مهما أي حاجة حصلت، وما تخلوش حاجة توقفكم، واجتهادكم وشطارتكم هي اللي هتوصلكم للنجاح. أنا متأكد من ذلك، أنا متأكد كمان إنه أنت يا نورهان حتكوني أيقونة في عالم الموسيقى والفن، ليس في مصر فقط وليس في الوطن العربي بل في العالم. أنا بعرف أنت شكرا لحضرتك، ميرسي جدا. متجهة إلى اللغة الأجنبية كمان، فحافظي على الفن الراقي اللي إحنا بنحتاجه في الأيام دي. للأسف هناك هبوط في كثير من الموسيقى والكلمات، حافظي على ما أنت عليه لأنك جوهرة يا نورهان، شكرا ونحب أن لحضرتك، نراك ميرسي جدا، إن شاء ميرسي. الله إن شاء الله. طبعا في نهاية هذا اللقاء، أنا بدي في البداية أشكر كل من تابعنا على كنار تي في صوت العرب من كندا، أشكر كل من دعم نورهان في مسيرتها الفنية من المنزل إلى المدرسة إلى التلفزيون، جدو حاتم وكل من وضع أو قال لها بالذات كل جدو اللي حاتم، انا عايزه اشكره على كلامه الجميل اللي هو بيكتبه عني، بجد مش عارفه اشكره ازاي، بس هو بجد فعلا حد جميل جدا وانا بحبه جدا، جدو حاتم. بيستاهل كل خير جدو حاتم. ونشكر كل شخص بدعم مثل نورهان الكثير في هذا الوطن العربي. نورهان وجدت فرصة غيرها لم يجد للأسف فرصة. أقول لكل من يقوم بدعم مثل هذه المهارات وهؤلاء الشباب، لكم سيسجل اسمكم التاريخ. ونحن الآن على كنار تي في نسجل هذه الحلقة مع نورهان، التي أنا متأكد أنه بعد 10 سنوات سأذهب للعالم وأقول بصوا أنا كنت عامل لقاء مع نورهان. لأنها حتكون مشهورة إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا، وحابه ان انا اشكر حضرتك، وانا اتشرف اني مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك. يعني مش عاوز أقول باي باي، ولكن حان الوقت ونقول لكم وداعا. نراكم في حلقة قادمة، تصبحون على ألف خير. باي باي.